مين اللي كان عم يقول هيك؟ عمة فيروز يعني بيو لكفاح. ايه كان عم يبكي ويصرخ، والله هلا كنا قاعدين عم نضحك ونمزح، ما كان في شيء، يا ريتني جيت معكم، ما كان صار هالشيء. كان هيك عم بيصرخ ويبكي، حرام. يعني ما حدا كان متوقع اصلا انها تعمل هيك هيدا الفكره. يعني ممكن 5 دقائق 10 دقائق يعني صارت فوق، بس هن طلعوا لانه لحتى يشوفوا الشقه. هي اول مره بتشوف الشقه من زمان. بيو لكفاح عم بيظبط الشقه، قال مو عاجب الديكور القديم، بده يعمل معهم وبده يعمل بدهم يحسنوا. كانوا عم يشتغلوا، كان هو كمان مسافر، اجوا مع بعض يمكن. استاذ فيروز كان مسافر، سمعنا انه اجوا قبل الحادث بيوم. انا لا شفت، اول مره بشوف كفاح ومرته. يعني لانه هي القصه، لانه ما حدا بيعرفهم. ايه؟ هون يعني هي القصه جديده. ايه؟ والغريب بالموضوع انه زوجها مسجل على الفيديو. ليه بده يسجل على الفيديو؟ ومين يلي نشر هالفيديو؟ هذا الشيء اللي بدي اجرب اعرفه، انه مين يلي نشر هالفيديو، لانه كلنا هون بالمنطقه ساكنين وصلنا. ايه؟ الفيديو بين المزح والجد. ايه؟ فلما واحد بيشوف الفيديو بالمزح. اوكي اوكي كانت تحت صريخة طالع معه، هو دقيقة و 85 ثانية، يعني الفيديو منزل المنزل على النت 45 ثانية. صح. طب لا، هو دقيقة و 85 ثانية، يعني هو مصور قبل شو صار ومصور بعد. ولما بتنزل كمان، لما بتقول له سلم لي على ماما وهيك، ما طالع بالفيديو هذا اللي هلا نحن شفناه، كمان طالع معه. انا حضرته كله يعني للفيديو عنده. طب بس مين نشر الفيديو المقطوش؟ من نشره هذا ما كنا نعرف، لانه هذا الفيديو المقطوش منه عم يساعده. اكيد مش هم. عم يبين كانه هو رجال عادي صور مرته. عم حط لي انه ما حدا عرف من نزله. هو عم يقولوا كل الناس هون انه الصليب الاحمر تاخر لحتى يجي كثير. خلا هو تاخر، ما اجى اصلا، ما اجى حتى ما اجى، رجع طالب الدفاع المدني الصليب الاحمر ما اجى. ايه، وقال له حابعث لك سياره من الاشرفيه، قال له ليه ما في هون عاد. يعني محتمل لو الصليب الاحمر هو جاب فانا محتمل ما هي قالت لي مرت المقتول هونيك انه هي كانت حتى كل شيء من الارض، ما بتعرف شو بصير. ما فيك تحمل مسؤوليه. انه انا اللي استغربته انه ليه ما في تلفزيون، انه ضلت 3/4 ساعه بالارض والعالم ما في تلفزيون، اجا ما في صحافي واحد طلع وهي بالارض يعني 3/4 ساعة.